السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكون كل شيء بخير. وترى الفيديو صغير شويه، حول ما امكن نشيل شي طوموبيلات اللي كاين هنا عند واحد الصديق ديالي. هذا هو كاين الدوكيله ديال 2013 مليح اللهم بارك. ومن اثمنه اللي بغى شي حاجه راه يتصل بي، راه كاين اثمنه الدوكر 2013 كما قلت لكم. كاين واحد الكونغو وحده راه هي 2009 حتى هي المليح، راه السوق دي 65 المليح المليح. غير شويه كاين شويه الثمن وداك الشيء، ما كنبغي نصور كل شيء حيت الثمن شويه، كاين شويه الثمن. هاد الدوك الكونغو دابا راه كيقول فيها مولاها 8 د الملايين، دي 65 قاصحه شويه، السوق بزاف عليها. وهذا هو بمعنى ما كنبغيش نشارك معكم القناه ديالي، ما كنبغيش نشير اي حاجه مثلا، غير بغيت نشارك معكم بانه راه الطوموبيلات كاينين موجودين، ولكن كاين شويه الثمن في الاونه الاخيره، كاين الثمن بزاف. الحريفي دابا اللي ملي كيشد شي طوموبيله كيقول فيها شي ثمن كاع ما كاين. المهم كاينه هذه وكاينه هذه، كاينه هاد التيكسون هادي 2021 هادي اللهم بارك. هادو كاملين ندير واحد الصديق ديالي كنتعامل معاه، هي التيكسون العامرة اللهم بارك. هي عامرة بمعنى اللي ما فيهاش اللي ما جايبش هو الطو، هو اللي ما جايبش. هي انسيس، وكاين هاد البقرة حتى هي كونغو بقرة ماكسي هاديك الكبيرة حتى هي اللهم بارك. هي كاملين هادو راه معروضين للبيع 2016 2017. وكاين هذيك هاد اللوغان هي اللي بقات، ديك اللوغانات كاع اللي صورت لكم، صورت لكم واحد ربعه اللوغانات، هذه هي اللي بقات فيهم. هذه هاد اللوغان هذه هي اللي بقات. هي بمعنى راه كاين ديما كاين طوموبيلات موجودين، غير ما كنبغي نصور كلشي حيت كاين شويه الثمن. دابا باش نقول لك شي اثمنه ما ولفهمش مع الكليان ما كنبغيش. هذا هو والله ما نحط لك طوموبيله وحده وفيها ثمن زوين. هذا هو، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الخير. هذا حتى نتوما الا عندكم شي سياره للبيع كما كنقول ديما عليكم الا تحطوها لينا، راه كاين الناس اللي كيبغيو الطوموبيلات، الناس كاينين الناس بغاو السيارات. حول ما امكن اللي عنده شي سياره يرسلها ليا، راه عندي الشاري بزاف. هذا هو.